بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه الأمين. ما بعد، سعدت الآن أن ألتقي بأحد الآباء الكرام. الاسم الكريم سالم سعيد سليمان البحري. الوالد سالم، أريد أسألك عن حياتكم الاجتماعية سابقا، كيف كانت؟ كانت والله إنه في هذه الزراعة في النخيل ما شاء الله، ونستقبل الفلق وكل شيء يعني على ما يقتضي الأمر وعن جو. نعم، لأن ذيك اليوم الأشغال قليلة. نعم، وكذلك يعني الإنسان يعني يروح يعني بيع أولاده وبيع حيانه وبيع شيابه. نعم، يروح يحاول يساعدهم من صغرهم. يعني الناس كانوا أيضا متعاونين في الزراعة، يعني جيران مع بعضهم، الأهل مع بعضهم، كل حاجة. ما كنتوا تعتمدوا على مثل عمالة وافدة ولا شيء، كانوا حدكم تهتموا بالزراعة. كيف قضية التواصل بين الناس؟ قضية بين الناس عندنا مثلا جوار، وعندنا هذا يوم يقيوا شاغلين، ونتناهم قهوة. جميل، جميع ونتقهوى كل يوم عند أحد. ما شاء الله. زين، لو حد بغي مساعده مثلا بنيان بيت، تطيح نخله، كيف كنتوا تتصرفوا؟ تأجروا الناس ولا بطريقه تتساعدوا؟ يعني مثل ايوه مثل زراعه يعني هذا بصل. نعم، او شيء او سقال او سقال شيء قبل ما النخيل. اي نعم، كان يتكلموا مع بعضهم بعض ويتلاقوا ويتساعدوا ويتساعدوا، يتعاونوا تعاون بينهم في هذا الجانب. كانوا ماشي حسد. نعم، ما شاء الله، ما شيء حسد هي. الحمد لله رب العالمين، وكلهم متعاونين على الخير. نعم، قلت لي اول اشتغلت ايضا بدار، ايش الاعمال اللي يقوم بها البيدار في السابق؟ يقوم بها البيدار يسقي النخيل. يسقي النخيل اول الحين ويقصص. ما شاء الله، ويعني ينظم الصرف ويقزم النخيل ويحدر. نعم، وينبت. ما شاء الله، وكل شيء يسوي ويقد. نعم، ويخرف. وما شاء الله، من الأجرة اللي يحصل عليها؟ الأجرة من الخبز. ايه ما شاء الله، من خي يعني من الثمرة؟ من الثمرة، من الخبز. يعني مخرافة يوم يخرف مخرافة أربع مخاريف على الهنقري. نعم، راعي المال يعني. اي راعي المال. زين، وحدة حال بيدار. ايه جميل. ما شاء الله، يعني من كل نخلة كذاك. من كل نخلة. ما شاء الله. رسالة تحب أن توجهها لهذا للأبناء للجميع، نصيحتك لهم؟ نصيحتي لهم إنه يصبر على كل حال، وذاك اليوم يعني الحقيقة شيء أقل يعني الشغل. نعم، واليوم الحمد لله مثل كل شيء متوسط. نعم، لكن القلوب اليوم ضيقة. سبحان الله، اليوم القلوب ضيقة يعني ما علي يمكن الناس تعودوا على الرخاء وكذا عاد ذا القيل. لكن يا هذا يا عبد الله، إن هذه لتو يعني قلوبهم شوي مايله هناك. هي على بعضهم بعض. واول غير يعني متيامين مره ما شاء الله. نعم، يعني مجتمع على كل حاجه. نعم، اليوم اذا بغيت تسوي شيء ما تقرأ الا بعبارة. نعم، صدقت. صح ولا لا؟ اي نعم، صدقت. اليوم اذا بغيت تكرم. تحفر خبه ما صرمه لازم تأجر. نعم، ولا هندي ولا يعني عماني. نعم، هذا كله. نعم، احنا نسأل الله تعالى بالتوفيق. امين، جزاك الله خير، بارك الله فيك. سعدت باللقاء معك بيت سالم البحري، وعلى هذه الكلمه ان شاء الله فتنا انت فرصه يعني للقاء بك والاستفاده منك، وفقك الله. الحمد لله.